إذن مشاهدينا الأعزاء نرحب بكم مجددا في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر عبر قنوات التلفزة بقيادة قناة الريان الفضائية والقنوات المصاحبة. أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، انطلق على الهواء مباشرة في هذه الأثناء شوطنا الخامس، هذا الشوط خاص بفئة الحيل، وأرحب بهذه اللحظات بالزميل راكان الحبسي. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم جميعا أعزائي المشاهدين والمتابعين بكل خير. أرحب بكم أجمل ترحيب بهذا اليوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر مارس لعام 2016 للميلاد، حيث تستكمل فعالية انطلاقة هذا المهرجان السنوي الختامي الكبير المقام هنا على أرضية ميدان الشحانية بدولة قطر. هذا المهرجان على شرف سيف أمير البلاد المفدى، هذا اليوم خصص لمنافسة سن الحول والزمول لأبناء القبائل. أعلنت قبل قليل انطلاقة شوط جديد من ضمن الأشواط المستمرة بهذا الصباح، الشوط الخامس بالتعداد وبالمجموع العام مخصص لسن الحول. أسماء عديدة، شعارات مميزة تنطلق وتتنافس فيما بينها بهذا المهرجان الكبير للحصول على السيارة المرصودة كجائزة مميزة للفائز بالمركز الأول. شعارات أتت من مختلف ميادين دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة بهذا الكرنفال التراثي الكبير. نذهب مباشرة إلى موقع الصدارة والبداية. أجد سودة حمد بن ناصر بن حمد الفهد النعيمي هي التي استفتحت الإذاعة وانطلقت بأولى هذه الأسماء المشاركة بهذا الشوط المثير، بينما المركز الثاني من الجانب الآخر التي بدت بالتقدم نوف تركي بن مبلش بن سفر المرزوقي البقمي، المركز الثالث بن شاهين سعود بن عبيد بن حامد بن خليفة الطريجي بالمركز الثالث، بينما المركز الرابع أجد هنا ضبية برابع المراكز تتواجد لسعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، المركز الخامس الذيب محمد بن خير بن عزيز بن مكتوم الشريفي. هكذا النتيجة، وهذا النداء الأول للخمسة الأسماء الأولى المنطلقة والمتقدمة بهذا الشوط المثير، هذا الشوط الذي لا يقل أهمية عن الأشواط السابقة، يحمل أسماء عديدة شعارات مميزة تشارك بهذا الشوط تتنافس فيما بينها للحصول على هذه النقطة الثمينة من هذا المهرجان الغالي، من هذا المهرجان الكبير. لنا عودة مع البداية، لنا عودة مع الصدارة، مع المجموعة الأولى التي تتقدمها سودة حمد بن ناصر بن حمد الفهد النعيمي هي التي تقود هذه المجموعة المشاركة بهذا الشوط الخامس، بينما المركز الثاني الذيبة محمد بن خير بن عزيز الشريفي هي التي تتواجد بالمستوى الثاني. المركز الثالث فجر علي بن جمعة بن علي آل رحمه الدرمكي، المركز الرابع ضبية ويتواجد سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، ولكن تابع التقدم من الجانب الآخر من برمجة ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان، أو هذه حاملة رقم من الجانب الآخر من صنبارك بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت تقدمت إلى المستوى الرابع. المركز الخامس الضبية سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، هذه المجموعة الخماسية الأولى المنطلقة بهذا الشوط. هنا تغلق دائرتنا الإعلامية للخمس المراكز الأولى. تهانينا والناموس لجميع الأسماء ولجميع الشعارات وأيضا المشاركين الذين فازوا بالأشواط الماضية. الشوط الأول الصباحي ذهب مع راهية راشد بن مطر بن محمد بن ضبيع الكتبي، بينما الشوط الثاني مع الأدعم عبد الهادي بن صالح بن حمد الغفراني المري، والشوط الثالث مع انذار ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، بينما شوطنا الماضي والشوط الرابع ذهب مع مبدع محمد بن علي بالشدي المنصوري. إذن هذه الأسماء التي فازت بالأشواط الماضية،
نتمنى التوفيق لجميع الأسماء القادمة والمشاركة بهذا الشوط والأشواط القادمة. نعود مع الصدارة مع المجموعة الثلاثية الأولى المتقدمة بهذا الشوط بقيادة فجر وانطلاقتها تصدرها على هذه الأسماء: علي بن جمعة بن علي آل رحمة الدرمكية سلام هي المتقدمة على هذه المجموعة، ولكن المرافقة من بعض الأسماء المشاركة بهذا الشوط: سودة بالمركز الثاني ترافقها على موقع الصدارة حمد بن ناصر بن حمد الفهد النعيمي، المركز الثالث الذيبة محمد بن خير بن عزيز بن مكتوم الشريفي تقدمت الضبية إلى المستوى الرابع بهذه اللحظة، سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، والمركز الخامس اسم جديد بدأ بالتدخل وهي بتشاهين سعود بن عبيد بن حامد بن خليفة الطنيجي. يا سلام يا المجموعة الخماسية الأولى المشاركة بهذا الشوط القوي، هذا الشوط الذي يحمل هذه الأسماء العديدة المميزة التي أتت من مختلف ميادين دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة بهذا المهرجان الكبير، بهذا المهرجان الختامي السنوي الكبير. لنا عودة مع البداية، لنا عودة مع الصدارة، نتابع التغييرات، نتابع الانتقالات ما بين المواقع من موقع إلى أفضل. الجميع هدف الوصول إلى الصدارة للحصول على السيارة، وهذه النقطة الثمينة. إذن هذه التي تصدرت الذيبة، الذيبة محمد بن خير بن عزيز بن مكتوم الشريفي هي التي غيرت مجريات الأمور وانتزعت الصدارة والمقدمة مع انتصاف مسافتنا المقررة لهذا السن هنا 8 كيلومترات، انقضى نصفها والمتبقي النصف الآخر مسافة كافية لكي نرى المنافسة الجادة التي ستدور ما بين هذه الأقطاب المشاركة بهذا الشوط المثير. سودة من الجانب الآخر، إذن هذه سودة بالمستوى الثاني، سعود بن عبيد بن حامد بن خليفة الطنيجي، أو هذه هي إذا سودة حمد بن ناصر بن حمد الفهد النعيمي. الضبية تقدمت إلى المستوى الثالث، أراها تنتقل ما بين المواقع من موقع إلى أفضل، هدفها الوصول إلى المقدمة والصدارة. الضبية سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، بينما المركز الرابع بن شاهين سعود بن عبيد بن حامد بن خليفة الطنيجي. المركز الخامس يا سلام فجر علي بن جمعة بن علي آل رحمة الدرمكي. يا سلام يا سلام يا سلام، ما زالت مسيرتنا تسير، ما زالت مسيرتنا تسير، والمنافسة ما بين هذه الأسماء مستمرة. يا سلام يتبادل للموقع الأول، يا سلام يا هذا الأداء الجميل من هذه الأسماء المميزة المشاركة بهذا الشوط المثير. لنا عودة مع المجموعة الثلاثية الأولى ما بين سودة والضبية، سودة والضبية. الله الله الله، الضبية مع سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، سودة من الجانب الآخر حمد بن ناصر بن حمد الفهد النعيمي. يا سلام، مجموعة ثنائية أولى على المستويين، المستوى الأول والمستوى الثاني. سودة بالمستوى الأول وبالمقدمة، يا سلام يا سودة، محمد بن ناصر بن حمد النعيمي، الضبية سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. لكن حذاري من الأسماء القادمة التي بدت بالحركة والانتقال والضغوط لأجل الوصول إلى الصدارة، هذه الذيبة، الذيبة محمد بن خير بن عزيز بن مكتوم الشريفي بن شاهين سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي. وصلت يا سلام يا العنود، علي بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاكتبي هذه النتيجة. لنا عودة مع البداية مع الضبية وسودة، سودة سودة ما زالت مسيطرة، ما زالت تحتفظ بهذا الموقع، لم تسلمه لجميع الأطراف التي ترغب بالانقضاض على المقدمة، ولكن سودة صامدة، ولكن سودة صامدة بدأت تنطلق بهذا الموقع، بدأت تبتعد عن بقية المشاركين الذين يطمحوا بموقع سودة الحالي. الله يا سودة، حمد بن ناصر بن حمد الفهد النعيمي، بينما المركز الثاني
الضبية مع سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي بن شاهين سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي ووصل اسم جديد وهي الهدة سعيد بن محمد بن سعيد بن منانة. الله 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 يا هذه الأسماء المشاركة بهذا الشوط. ولكن سود انطلقت سود انطلقت سود بدأت بالابتعاد عن بقية المشاركين. الله يا هذا الأداء من دون أي أوامر ولا تعليمات تنطلق بهذا الموقع المميز. الله قطعنا 6 كيلو قطعنا 6 كيلو من المسافة المقررة ما تبقى إلا 2 كيلومترات أخيرة فاصلة عن النهاية فاصلة عن السيارة عن التتويج والانتصار بقيادة سودة حمد بن ناصر بن حمد الفهد النعيمي ما زالت تحتفظ بهذا الموقع. لم تسلمه للضبية لم تسلمه للعنود لم تسلمه للذيبة ولجميع الأطراف. إذن الضبية سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي بالمستوى الثاني المركز الثالث. يا السلام وصلت العنود علي بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاكتبي تنتقل للمستوى الثالث بينما المركز الرابع اللي هي وحيشة علي بن محمد بن فهيد الزبدان المري ووصلت أيضا بن شاهين سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي. لكن سودة لكن سودة لكن سودة ما زالت بالصدارة ما زالت بالمقدمة هو البداية من بداية رحلة انطلاقة هذا الشوط وهي بموقع الصدارة إلى حد هذه اللحظات محتفظة بهذا الموقع. لكن وصلت الأسماء لكن وصلت الأسماء العلود علي بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاكتبي والضبية سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. يا سلام الله 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 يا هذا الأداء الجميل من هذه الأسماء المميزة بقيادة سودة بقيادة سودة بانطلاقة سودة. يا سلام يا هذا الأداء من سودة من البداية وهي بالمقدمة ها هي الآن تفتح وتدشن أمتار الكيلو المتر الأخير وبدأت تقلص من أمتار هذا الكيلو للوصول للنهاية للوصول للسيارة للوصول للفوز والانتصار وللحصول على هذه النقطة الثمينة من هذا المهرجان الكبير. سودة حمد بن ناصر بن حمد الفهد النعيمي تابع الوصول من الاسم القادم. يا سلام هذه حاملة الرقم 32 وهي الجاذبية سلطان بن محمد بن حمد الرزق العجمي بالمركز الثاني. وصلت أيضا هناك القدوم من العنود علي بن سلطان بن عبيد بن مرخان. ولكن سودة ولكن سودة ما زالت تحتفظ بموقع الصدارة. بدأنا نقترب من النهاية 500 متر الأخيرة لكن صعب المضمرين قادم صعب المضمرين قادم مع العنود التي بدت بالانطلاق الأخير نحو التغيير إلى الأفضل. إذن هذه العنود تغير إلى المركز الأول تغير إلى الصدارة باللحظات الأخيرة. العنود العنود يا سلام يا العنود على هذا الأداء الجميل علي بن سلطان بن عبيد بن مرخان الكتبي. سلام مرغم سلام سلام لصعب المضمرين سلام سلام لمحمد فريش العويسي. إذن هذه لحظة وصول العنود إلى خط النهاية معلنة بذلك بأنها هي الاسم الأجدر للموقع الأول وإنها بطلة تتوج بالسيارة. إذا تهانينا والناموس لعلي بن سلطان بن عبيد بن مرخان الكتبي بمناسبة فوز العنود بينما التي أتت بالمركز الثاني الجاذبية سلطان بن محمد بن حمد الرزق العجمي. المركز الثالث برمجة ناصر محمد بن زايد بخلفان المنصوري. المركز الرابع 18 غرام خليفة بن علي بخليفة الرميثي. والمركز الخامس المركز الخامس شاهين سعود بن عبيد بن حامد بخليفة الطنيجي. هكذا كانت نتيجة هذا الشوط القوي المثير واستطاعت العنود أن تحسم مجرياته باللحظات الأخيرة وتهدي مالكها علي بن سلطان بن عبيد بن مرخان الكتبي هذا الإنجاز وهذا الانتصار بشوطنا الخامس. إذن العنود هي من استطاعت أن تحسم مجريات الشوط وتهدي مالكها هذا الإنجاز وتهدي أهالي مرغم هذا الفوز بتوقيت زمني وقدره 12 دقيقة 47 ثانية 6 أجزاء من الثانية أو 5 أجزاء من الثانية بينما التي أتت بالمستوى الثاني الجاذبية سلطان بن محمد بن حمد الرزق العجمي قاطعت مساوية السباق في 12 دقيقة 51 ثانية بالوفاء والتمام. بينما المركز الثالث اللي هي برمجة ناصر محمد بن زايد بخلفاء المنصوري قاطعت مساوية السباق 12 دقيقة 51 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين.